حكاية الليلة اللي ما شافش الجزء نتاع البارح بلا ما يشوف هذا الجزء لأنه ما غادي يفهم حتى شي حاجة. خليني نقول لكم لنبدأ. خلينا هفش آية بحث بالحقيقة الخطيبة وقال لها بلي أنه ما يقدرش يتفرق معها وبلي غيكمل معها وغادي يسرها ويتزوج بها. كتقول آية بقيت تنبكي وكنشهق، ما قدرتش نصدق هذا الشيء. قلت لها انا ما قدرتش نهز حتى راسي فيك، هذا الوقت هو بدا كيغوت عليا، انا معصب وانا كانت عندي عقده من الغوات، هو كيغوت وانا كل اللي كنت راعد وخايفه. شكون هاد خينا؟ واش كاين تما؟ قلت لي اه. ما كانش خاصني نعطي المعلومات نتاع داك خينا، ولكن بداك الخوف قلت ليه كل شيء كل شيء من غير حاجه واحده اللي ما قلتش ليه بلي انه كيعرف بابا. وصراحه ما عقلتش واش ما قلتهاش ليه ولا هو اللي ما عقلش. قال لي ما تكذبيش عليا، واش هذا هو اول واحد تقرب منك؟ قلت ليه اه. قال لي صافي واخ، انا الشهر الجاي غادي نجي ودابا بغيتك ديري الحجاب. فعلا درتو. قال لي اول لقاء اذا تلاقينا وصرفقتك ما تخافيش، غادي يكون غير داك الفقصه نتاع علاش ما تسنيتينيش نكون انا راجلك. ما يبقاش فيك الحال، بقيت ساكته حيت تخلعت. هو يقول لي لا غير تنضحك معاك، ما نقدرش ندير لك بحال هادشي. غادي يجي داك الشهر وفعلا تلاقينا، مشيت عندو المطار تلاقينا اول مره، عجبني بزاف وعجبتو بزاف، ما عرفش ولكن دخل لي قلبي، حسيت كانني اول مره كانت تولد، فرحت واحد الفرحه اللي كانت كبيره، فعلا كنت طايره بالفرحه. تنقول الحمد لله الحياه شحال زوينه، خرجت انا وياه وما خايفاش من بابا، ما خايفاش من ماما ولا حتى من عندك يشوفنا شي حد. خرج انا وياه وراسي مرفوع، واخا ما كانش خاصو يكون راسي مرفوع حيتاش كنت مقفرها، ولكن كنت فرحانه بزاف. تنقول وعلى احساس شحال واعر وزوين، واللي كنت كنتمنى لاي بنت. كنا كنخرجوا كنتقداو الدهاز حتى جا النهار المعلوم، جا عند والديا وكبر بهم بحال ما كاين والو، عمرو جبد لي هذا الموضوع. وصل النهار ديال العقد اللي غادي يطرى فيه واحد الفلاش، واحد خالتي ناضت قالت لي علاش ما لبستيش الجلابه في هذا النهار؟ انا مشيت قلتها ليه، هو قال لي خلي حتى الغدا وسيري لبسيها. خلينا نعطيو سميه لهذا الخطيب حيت غيبقى معنا طول القصه، انا نعطيو سميه تاع امين. هو غادي يرفض، قال لي لا والو خلينا نمشيو دابا عند العدول. عفاك خليني غير حتى نلبس الجلابه باش نتصور بها. لا اليوم غادي نديروا العقد، وبالليل لبسي جلابتك وديك تصوري فين ما بغيتي. خالتي دوات معاه وبقى فيها الحال. هو قال لي انا ما تنعرفش خالتك، تنعرف امك وباك وصافي. عيط لبابا قال ليه بابا صافي توكل على الله، والدي كذلك. مشينا عند العدول تكاتبنا وكان فرحان بزاف. امين قال لبابا عمي انا صافي راني ديت لك بنتك. خرجنا فرحانين تعشينا وما قدنا فرحه. فاش رجعنا بحال ديك خالتي بدات مقلقه، بدات كتنفخ عليا وحتى عليه، بقى فيها الحال. واحد الوقيته هو بدا يبكي، قال لي حسيت براسي انني كندير كل ما في جهدي باش انني نفرحك ونكبر بيك، ولكن بحال ما درت حتى شي حاجه. وباش ما ننساش بين قوسين امين كان مريض باكتئاب، كان ديما كيشرب واحد الفانيل ديالو. المهم كنا فرحانين دوزنا العرس اللي ما عرفش كيفاش داز بقوه ديك الفرحه، ولا يمكن حتى بالخلعه والله ما عرفت. كنت مرفوعه وداك النهار ديال الفرحه ما كانش قادني، بحال تحررت من واحد الجبل اللي كان ثقيل وكان فوق من كتافي. دوزنا العرس سافرنا، ماما بدات كتسولني أندرا مازال؟ كنقول لي امين راه ماما كتسولني. تيقول لي قولي ليها صافي صافي ماما راه كلشي داز مزيان ولله الحمد. ايوا مبروك عليكم يا بنتي الله يكمل بالخير. قلت ليه شوف امين راه ماما غادي تسولني على الخصوصيه ديالي، ما عارف شنو غادي ندير فيها. قولي ليها راجلي ما بغاش هادشي، راه غير تخربيق ما كنامنش به. سافرنا بزوج وما خلى ما دار عليا، الصراحه ما نكرش كلشي كان غادي مزيان. رجعنا من ديك المدينه وقلت ليه يلا نمشيو للمدينه فين تنخدم باش انا ندير ميسيوني ونخرج من الخدمه. فعلا غادي يهبط معايا تما وكلشي كان غادي مزيان. واحد الوقيته بديت كنحس بيه بحال بدات كتبدل الشخصيه ديالو، كيتعصب على اتفه الاشياء، دغيا كيبدا كيغوت، وانا ردت الفعل ديالي كان غير كنبكي وكيرجع كيطلب مني السماحه مع كان عصبي. بحال مثلا واحد النهار كنا غاديين في الطريق ومع كان ديك الساعه كورونا كان خاصنا ندخلوا مع 9 ديال الليل، كنا شادين الطريق بالليل. قلت لي ناري راه غادي يلحق علينا الحال. قال لي نوقفوا فشي بلاصه فشي اوتيل. بتنا في واحد المدينه لغد لي كملنا، وحنا في الطريق قال لي بما انك درتي في الخدمه شهاده طبيه اذا جاب الله وقفونا البوليس غادي نعطيوهم ديك الشهاده على اساس بلي انك مريضه وبلي راه غاديين باش انك تعالجي باش ما نخلصوش شي مخالفه. انا اللي تنضحك وانا نقول له عرفتي انت امين والله الا اذا راك ذكي وتعجبني كيفاش كتفكر. بدا كيخوت الذكاء ديالي، انا اكبر مكلخ كيفاش الذكاء ديالي. بديت غير تنبكي عاوتاني وما قدرتش ندوي. خاصكم تعرفوا بلي انه فين ما كان تيتعصب وكيبدا كيغوت عمرني ما جاوبته ولا تعايرت معاه ولا حتى حاولت انني نهضر معاه بالجهد، كنبقى غير ساكته وكنبكي وقلبي كيضرب وكنبقى كنترعد خايفه. من بعدها بقى عليا سمحي ليا راه خصك انت اللي تعرفي تهضري،
لا راني ما قلت لك حتى شي حاجه، بالعكس راني غير مدحتك. صافي سمحي لي راني فهمتك غلط. وصلنا ديك المدينه ويا ريت كل ما وصلت لذاك النهار، حيت هنا غادي تقلب حياتي وهنا فين غادي تبدا حكايتي. حتى قلت الحمد لله ضحكت لي الحياه وربي غفر لي وسمح لي وانه كل شيء داز، لكن تقلبت حياتي 360 درجه. وصلنا ديك المدينه جلسنا ضحكنا تعشينا مع العائله، عماماتي خوالاتي ماما بابا. لغدلي خالتي مشات فحالها للخارج، هو كان غادي في نفس الوقيته ولكن غادي ياجل داك البيان تاع الطياره ديالو على قبلي باش انه يبقى معايا واحد شويه حيت كنت طلبته. قال لي شوفي ايا راه ما بقاش عندي فاني ديالي ديال الاكتئاب، راه تقدر تجيني شي كريز في اي وقيته ولا شي حاجه بحال هكا، خاصني ضروري الدواء نشربو. قلت ليه بقى معايا وشوف شي واحد هنا في المغرب انه يعطيه لك. لا ما كاينش بحالو هنا، نمشي نصدق نشرب شي حاجه ونطيح في شي مشكل. قلت ليه عرفتي شنو، انا غادي نقولها لخالتي تشوف شي حد اذا كان هو جاي يجيبو لك معاه. هذه فكره. دويت مع خالتي ووصيتها، هذاك النهار عطاني الطوموبيل مشيت عند السيده ناخذ من عندها الدواء اللي صيفطات لينا خالتي. هو في هذا الوقت خرج مع بابا للقهوه. بابا كان باقي في التواصل مع داك السيد اللي كان طرا ليا الغلط معاه، حيت بابا ما كانش عارف بلي انه كانت عندي علاقه به. ما عرفش شكون عيط لاخر في التليفون، ما عرفش التفاصيل تاع شنو وقع بالضبط في القهوه. امين دار من مورايا لونكيت وعرف شكون هذاك خاينه بفوجو وحتى سميتو. بابا فاش دوى مع داك الاخر قالو فلان، امين غادي يشك. بابا بحسن النيه ديالو عاود لي بلي انه راه واحد السيد الله يعمرها دار وظريف مسكين لقاني بالموتور وهزني ودار ليا وفعل ليا. مسكين وقت ما احتاجيتو كنلقاه. واحد النهار راني مرض ولقيتو تيقضي لي الاغراض ديالي. الاخر عرف بلي انه تيهضر على نفس الشخص، صدم وما عرفش شنو وقع ما بينه وما بين بابا. لحد الان تكلم هو بابا غادي يقول لي بابا راني كنت شكيت حيتاش شي ناس قالوا لي بلي انه شفنا بنتك مع هاد خينا، ولكن ما يمكنش تكون معايا لاننا كنثق في بنتي وحتى في هاد خينا. ولكن بابا غادي يقول لراجلي عافاك تاكد لي واش بصح اذا ولا لا، واش كانت تعرفو ولا لا، حيت اذا كانت كتعرفو انا غادي نقتلها. عيط لي امين في التليفون، انت بنت الحرام انت غداره انت فاعله وتاركه وانا تقت فيك. انا ما فهمت والو، تنقول لي خير مالك شنو واقع، ما فهمتش مالك، جيبي لي دابا طوموبيلتي وخليني نمشي فحالي والله يعاونك ويعاونني. وغير شرح لي بعدا شنو واقع امين، اجي عندي دابا البلاصه الفلانيه. جيت عنده الطايره وقفت، مالك هبطي؟ هبط، رمى لي التليفون في الشارع وكسيره وزاد في حالو. ما فهمت حتى شي حاجه، هزيت التليفون ديالي وهو يرجع لعندي تلقى ليا وبقى عليا يا الكذابه يا الغداره وانا ثقت فيك وانت كذبتي عليا. اشنو واش يصحاب لك انا حمار ضحكتي عليا، هو تيعرف باك وانت ما قلتيش ليا هادشي. انا امين راني عاودت لك كلشي. لا انت ما قلتي ليا والو. بدا كيغوت ودار ليا الشوهه. العار غير فهمني وتصنت ليا. صافي بعدي مني الله يعاوننا ويعاونك. مشى باش يرجع لعند بابا وانا غدا في الشارع وتنبكي ترفعت ما عرفش باش تبليت والدنيا داخت بيا. رجع لي عاوتاني وطلعني طوموبيلتو وداني وجاب بابا وهو تيغوت غادي يوقف واحد الزنقه حدا دارنا. وبابا بدا تيقول لي انت بنت الحرام انت بنت الحرام شنو درتي. بابا العار ما تفهمنيش غلط، امين تيقول لي سكتي لا غادي نضربك، غادي يضرب الزجاج نتاع الطوموبيل وتهرسات. بدا كيغوت وتحول لواحد الحاله ديال الحماق. بابا كذلك. وهنا امين غادي يعاود الحقيقه كلها لبابا، داك خاينه راه ضحك على بنتك وانا اللي سترتها. بابا بغى يضربني ما خلاهش امين. بابا تصدم وبدا كيترعد وكيقول غادي نموت غادي نموت، وتيحس بلي انه كيتقج. نار اليوم فاش كنتفكر دوك التفاصيل باش كنحس. بدا تيبكي وكيقول لي علاش. بابا عافاك عافاك العار. امين تيغوت ورجع وقف عند باب الدار وتيقول انت غداره انت غداره. بابا قال لي طلعي شتو هاد السيد غادي يطلقك ويعطيك براسك وعمرك ما تبقاي تخرجي، غادي نديك اليوم نسد عليك عمرك تخرجي ولا تطلعي على الزنقه ولا غير من الشرجم، ولا غادي نقتلك ونحرقك وندير لك ونفعل لك. انا يا المسخوطه، انا اللي كنت كنضحك على بنات الرجاله، شوفوا بنتو كيف لابسه شوفوا بنتو فين كتمشي وانا بنتي هي كبيرتهم. بابا تيغوت وتيبكي. تمنيت في ديك اللحظه كون سرطتني الارض ولا نعيش ديك الحاله. عافاك بابا غير سمعني وراني غير خفت وما عرفتش شنو غادي ندير وما عرفتش نواجهكم، راه الخوف اللي دار لي بحال هكا. بابا كانت ترعد وكنبكي وكنطلبوا، العائله كانت مجموعه وكانت ماما بداو كيسولوني مالك. دخلت سديت عليا وكنت خايفه بزاف، قلت اليوم هو الاخر ليا، اليوم غادي يقتلني بابا. مشيت فيها واش نتلحم الشرجم واش انتحر، لا استغفرت الله العظيم. بابا طلع عند ماما هو وامين واللي كانت تيخوت وضحكات عليا وضحكات عليا. لا راه ما ضحكنا عليك ما والو امين، كلشي غادي يرجع لك والله ما كنا عارفين هادشي، بنتكم شنو دارت وها شنو دارت وانا اللي سترتها انا اللي سترتها. ماما طاحت سخفات، شي عماتي بقاو تيغوتوا اويلي اش هاد الشوهه اويلي بنت الحرام اويلي شوهتينا اويلي باك اويلي امك. 3 ايام
ديال الكنازه عندنا في وسط الدار. اللي جا كيدخل كيضربني وكيخوت وكاع يعاود يخرج. صيفط لي ميساج عافاك امين ما تخلينيش، والله حتى كنبغي عمرني ما غدرتك، والله ما بنت الحرام، انا راني بنت الناس، والله ما عرف شنو وقع ليا، والله حتى غير المراهقه. قال لي صافي غادي نبقى معاك ولكن بشرط اجي عندي دابا. مشيت عنده ضربني في الزنقه، من بعد بدا كيبوس لي في راسي وكيقول لي اسمحي لي. لغد ليه قال لي احسن غادي نحبسوا هنا كلشي، حيت دابا كلشي عرف حياتنا وغادي تولي جحيم. لا عافاك العار، لا كملنا والامور مشات مزيان. قبل ما يمشي فحالو غادي يقول بابا غادي نبقى مع بنتكم وغادي نبقى سترها، وحتى حد ما يدوي معها ولا يقلقها حيت هي مراتي دابا. انا غادي نسافر ونخليها عليكم بيد ما وجدت لها الوراق. قبل ما غادي يسافر امين بنهار مشينا للبارطما ديالنا وجلسنا مع بعضياتنا وما بقاش جبد لي داكشي، ولكن مره بحيله كيترفع كيجيب لي الله بحيله ضحكت عليه باش انني نستر به راسي، ولكن في الحقيقه ماشي بصح حيت فعلا بغيتو من قلبي. من بعد رجعني عند والديا حيت كان خاصو يرجع في حاله، وطلب منهم السماحه وطلب مني نبوس راس بابا وراس ماما، وهذه كانت اول مره نبوس فيها ريوسهم هو داك النهار. عمري قدرت نبوس البابا راسه ولا حتى يديه، من صغري ما كنقدرش حيت ديما تيخنزر فيا وتنخاف منه بزاف. طلبت منهم السماحه وبقاو تيبكيو، مشى هو وانا بقيت، ولكن من داك النهار وانا ماشي هي هذيك. ما بقيتش كنقد نجلس معاهم فوق الطبله حيت نقول راه كيشوفوا فيا واحد الشوفه اللي هي خايبه وناقصه، ما قدرتش نرجع معاهم كيف ما كنت. بقيت كنتسنى يقاد لي اوراقي ونلحق عليه، وفي نفس الوقت ما كنتش مرتاحه. تنقول ناري غادي نمشي صافي تفرش كل شيء، ما بقى مازال ما يتخبى. انا اصلا عمرني ما قدرت ننسى، وكنت نلوم راسي بلا والديا. بابا زاد مرض وجاه اكتئاب حاد، ماما حتى هي فقدت الضحكه ديالها وتبدلات. كنت سيمانه كنضحك معاه، سيمانه تيهجروا ليا وكيعيرني بهذا الماضي. سيريال فعلا هي التاركه، وملي كيبرد كيصيفط ليا ميساج فيه سمحي لي راني ما قصدتش. تقول لي غير ماشي مشكل، بقيت مكمله حيت اللي عطى الله عطاه ودابا خاصني نصبر. كان تيقول لي انت غير كتسيني عليا حتى نجيب كانو تولي وحده اخرى، اذا تخاصمت انا وياه تيقول لي خرج ديك الشريره اللي داخل فيك، وكيبدا كيغوت عليا. انا كنبقى غير ساكته وما كنقدر نقول والو، وهو في هاد اللحظات كان تيجيب لي الله بلي انه بالعاني كندير ليه هكا حتى نخرج من المغرب ونولي نتعاير معاه. بقيت كندير كاع اللي بغى، ما كنخرج ما كنضرش، واذا جاب الله مدحته كانت كتبان لي بلي انني عيرته. وانا تنحاول معاه وتنقول كاع هاد العراقيل تيكونوا في اول ديال السواج، هو كيسب ويغوت وانا غير تنبكي، لدرجه انه غادي يدوي من مورا ظهري ويقول في حقي لامور اللي حشومه انها تقال وما درتهاش. بقى فيا الحال، وفي نفس الوقت كنت نقول نستاهل، انا اللي غلطت خاصني نتحمل دابا العواقب. كان كيعيط عليا ويسولني ياك ما خرجتي، ياك ما مشيتي هاد البلاصه، تيشك فيا في اي حاجه اللي هي بسيطه، واكثر حاجه ياك ما رجعت كنتلاقى بداك خاينه الاول. منع عليا كلشي الا انني نخرج مع ماما. عييت ما نحاول نبين ليه بلي انه فعلا راني بنت الناس، وهذاك راه كان غير غلط. ديما تنحلف ليه وكنبقى كنبرر ليه راسي ونفسي. واحد النهار صيفط لي انا غادي نخرج مع ماما على قبل المدرسه نتاع خويا وغادي نعاود نرجع. قال لي واخا فعلا غادي نمشي مع ماما، ودنا كنجريو للخويا على شي وراق. في الليل غادي نهضر مع امين، وبقيت كنسولو كيفاش داز نهارك، بدا كيتنفخ عليا كيجاوبنيش. مالك ياك لاباس واش درتلك شي حاجه؟ ما عرفش. شوفي انت شنو درتي. غادي صيفط ليه ميساج فيه انت جالسه تما كدوري واللي داسي يشوف فيك، وعلم الله انت شنو دايره في ديك المدينه، كون راه شوها شحال من واحد درتي معاه، وهذه وهذه، واتهامات كبيره. بقيت كنصبر وكنقول ليه وامين نحل الشيطان الله يهديك. لغد لي نعست وفقت وانا تنبكي. اصلا هذه هي حالتي، ديما تنبكي. بابا ما كيدويش معايا، وهو غير تيعاير وكيسب، وفاش كيرتاح كيبدا كيعتذر. وهنا قال لي بلي انه غادي يتشخص بمرض ثنائي القطب. اش غادي نقول ولا شنو غادي ندير؟ والو. في نفس النهار بقيت ملاهية مع الامور ديال خويا، وامين ما شديتش بخاطره، وامين بقى كيصوني عليا وكيعاير ما غاديش نجاوبه. حديت نقول ليه عافاك راني قلت لك فين انا غارقه. لا عيط لي على باك انا بغيت ندوي معاه. وقت ما تعصب كان كيعيط لبابا وكيبقى كيقول لي بلي انا راه ما كنثقش فيها، حيت داكشي اللي دارت ما غاديش يخليني نثق فيها، وراني خايف شي نهار ندير لها شي حاجه. حتى بابا ولا فين ما شاف نمرته كيتخلع. تنطلب فيه الله يرحم ليك الوالدين، راني خايفه على والدي ما تبقاش ندوي معاهم. مشيت بلوكيتو من عندهم. بدا كيعايرني وتيعاير ليا والديا. شويه قال لي صافي نتفرقوا هنا. الله ينعل الشيطان، راه غير البعد هو السبب. امين غير ثق فيا. والو بلوكاني. غادي يعيط على ماما في التليفون ديالها عادي، وقال لها اذا اي شدات معايا الضد في المحكمه غادي تشوفوا وجه واحد اخر. نعل الشيطان اوليدي، ما كاين لا شيطان ولا والو. سيرو بدا كيعاير. ماما بدات كتبكي وتنقول لها راه هكاك داير هو، وراه انا اللي عايرني ماشي انتيا، حيتاش سمع صوتي
حاولت نبرد القضية. في الليل غادي ديبلوكيني وبديت نبكي عليه الا ما نتفرقوش، ولكن هو كان مصر. انا قلت يمكن اذا هو معصب حتى الغدا ونعاود ندوي معاه. قال لي اعطيني الادريسه نتاع داركم، عطيتها ليه. نحل الشيطان امين. لا صافي، انا مريض وولدي مريض وما تليت بغيت والو، لا زواج لا حتى شي حاجه. هو يبلوكيني. من ديك الوقت ما بقاش تواصل ما بيناتنا، حتى لشي شهرين من بعد غادي توصلني الدعوه تاع الطلاق الشقاق. ما نكذبش عليكم، واخا دوزت مع هاد القهره عمرني ما نسيت بلي انه هو في الاول كان ولد الناس وسترني وما عاود سري حتى شي حد. ما نكرش انه كان كيتهلا فيا وقايم بيا، تهلا في خويا وما عمرو ما عز فيا شي حاجه. وفي نفس الوقت هاد الشخص دخل لحياتنا، دار لينا زوبعه وخرج بحاله ما وقع والو. ماما كتحاول انها تجبد معايا الموضوع باش تعرف شنو وقع بالضبط، ولكن ما كنقدرش نهضر فيه حيت كنتخنق وكنبدا غير كنبكي. بابا ما كيهضرش معايا وانا ساكنه معاهم اليوم في نفس الدار. المحكمه غادي يرفضوا لي الطلاق حيت خصو يدخل هو الاول المغرب. انا ما قدرتش ننسى، انا اللي بقى فيها هو انه بغيت نوقف معاه حيت هو مريض، والله ما بيا الفلوس ولا خارج ولا حتى شي حاجه. انا بغيت ذاك الشخص كهو، واخا تعذبت بسببه باقا تنبغيه وما قدرتش ننسى. ما عارف شنو ندير، وانا عارفه بلي انه دار هذا الشيء حيت هو معصب ومضغوط. تنقول كانت ما بيدي واحد الجوهره اللي كانت زوينه وضيعتها، وكان حس بالذنب من جهته، وانا غير سد عليا في دارنا وما تنهضر مع حتى حد. ما بقيتش قاده نخرج ولا نتلاقى بالناس ولا نخدم ولا نجلس مع عائلتي. واخا تيحاولوا يبينوا لي بلي انهم مساء، ولكن عينيهم تيقولوا عكس هذا الشيء. عمري ما قدرت ننسى شنو دارت عليا، وكل نهار تنلوم في راسي. انا عندي جلسه صلح الشهر الجاي، وما عارفش واش ندير بالهضره ديال بابا ولا نكمل ونخلي المحكمه انها دير خدمتها. ما كنتش باغا يضر، واخا هو ضرني بزاف. وهذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه ايه يا ساده يا كرام. انا ضروري خصني نهضر بعدا، خصكم تعرفوا في الخاص شحال هضرت انا وياها. ما نقدرش نسكت في هذه الحكايه نهائيا وما نخليش الراي ديالي. عائل سامي ليك، انا غادي ندوي وفي الاخر غادي تقولوا لي واش انا على صواب ولا ماشي على صواب، والكلام ديالي غادي يكون اولا وثانيا وثالثا وعاشرا موجه لايه. هذاك البروتوكول اللي دار معك في الاول ديال انه قايم بك الى ما اخره، كلشي تيديرو، ولكن الحقيقه هي الدوام. هو وعدك وقال لك بلي انه غادي يسترك، ولكن واش سترك؟ لا، انت اصلا ما خنتيش وعاودتي لي الحقيقه كيف ما هي، وعاودتي لي حتى اللي ما خاصش يتعاود. وباباك حتى هو بدوره خطأ، لأنه علاش غادي يقول لي راني سمعت باللي فلانة ولا ما فلانة؟ شوفي، هاد أمين مريض فعلا، وأنا غادي نأكدها لك، واخا ما عنديش علاقة بالطب لأنه ماشي طبيعي. درتي غلط وصرحتيه به، إيوا من بعد كل ما تزوجتيش به مثلا ما كنتيش غطحي في هادشي اللي طحتي فيه اليوم، واخا راه كان مقدر لك. غير هو خصك تستوعبي وتقولي لراسك كل صباح بلي انه ما استركش. هو فضحك ودمرك وطيح بالقيمه ديالك وسط العائله ديالك، ومرض امك ومرضك ومرض حتى باك. اصلا حتى كنت زوجتي به وما كانش هذا الموضوع، كان اكيد غادي يخرج لك بشي موضوع واحد اخر، لانه اصلا هو مريض وما مصالحش مع ذاته، وعنده بزاف ديال الحوايج في راسه الله يعفو عليه. علاش غادي يبقى فيك؟ علاش ما كرهتيش توقفي معاه؟ انت في هذه اللحظه محتاجه توقفي مع راسك، لانه وعدك باش انه يسترك ويعاونك، ولكن زاد وخلاك اكثر من هذا. شو هيك؟ غير هو واحد النصيحه خفيفه لاي واحد تيسمعني، الله يعطيكم السر، فاش يتقدم لينا شي واحد مطلق للزواج، وحتى العكس صحيح حتى هو، الا شي وحده تقدمتنا الزواج وحنا وانت كرجل، قبل ما نوافقوا ونغيبوا في الحب مع هذا الانسان نسولوا علاش هو طلق، نعرفوا السبب ديال الطلاق. ربما عنده واحد المشكل اللي حتى انت ما تقدريش تصبري عليه، عنده شي خلل في الشخصيه ديالته اللي ما تقدريش توافقي عليه. يقدر يكون هو منه المشكل، وديك السيده ما استحملاتوش وحتقات راسها، ولكن انت غادي تنوضي تطيحي في الخطا اللي ما نطيش عطيتيه اهميه. ما كنقولش اي واحد مطلق باللي فيه الخطا لا، ولكن نعرفوا علاش هو طلق، باش حتى الا بغينا نبنيو حياتنا نبنيو حياتنا على واحد الاسس اللي حنا عارفينهم. حشومه هو يدير هاد الفضيحه كلها وعيبو عار. ايه خطأتي فعلا، وكان خاصك ديري بحسب هاد الخطا، لكن رب السماوات والارض بالجلال ديالو والعظمه ديالو كيغفر للانسان، فما بالك لواحد الشخص اللي هو كله عيوب. منين ما قدش على هاد المسؤوليه اولا الجمله نتاع السترة، علاش حتى انه يكرفسك؟ وعلاش حتى اليوم تبقاي دافنه راسك وسط هاد الحزن؟ لا، عيشي الحياه وبنيها من اول وجديد، وحاولي تشوفي كيفاش ديري تحيدي منك هاد الخوف. شوفي طبيب نفساني، عالجي راسك، ديري شي حاجه راسك، وقفي مع راسك. الخوف هو اكبر حاجز اللي غادي يحبسنا على الاحلام ديالنا والطموحات ديالنا، اولا باش نقدروا نزيدوا القدام. خطأتي وهادشي ليس بنهاية العالم. شوفي انا ما عارفش شنو غادي يوقع مستقبلا، ولكن هاد الشخص شخصيته مفقود فيها الامل، وما تعطيهش فرصه
يقدر واحد النهار يبغي عاوتاني يبغي يرجع ليك ويطلب منك السماحه، ولا غد ليه عاوتاني يعاود يعايرك بالماضي، لانه اللي عايرك مره وزوج يبقى كيعايرك حياتك كامله. ما ترخصيش راسك، وماشي حيت درتي هذا الغلط حتى شي حد ما يقبل عليك، لا، عطى الله ولاد الناس والحمد لله انك ماشي شي وحده اللي خارجه على الطريق. هو كان خطا فعلا، ولكن راك سبتي منه، ديها في راسك، تقاتلي بيديك ورجليك براسك بحياتك بكل شيء باش انك ترجعي الروح لراسك، وانك تكوني انانيه مع راسك وتشوفي ذاتك هي الاولى. هذا هو كان رايي، والله اعلم. حكايه الليله اكبر درس واكبر عبره للناس اللي ما كيفكروش. هذه كانت حلقتنا الليله، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. قولوا لي كيف جاتكم هذه القصه، عافاكم عتقوا ايه في شي حاجه، لانها مازال تايهه وغير تتبكي وما مصدقاش هذا الشيء اللي وقع لها، واخا دازت عليه يمكن سنة بحال هكاك. عفاكم، خليو لها التعليق ديالكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، تلقوا بعد غدا على ما أظن إن شاء الله. سلام سلام.